بدل وحضرت حالي كمان. لك ما في روحه يعني ما في روحه خلصنا. طيب ليش ما في روحه؟ لك يا بنت الحلال كل ما بدك تنزل على السوق بتكسري الميزانيه. وانت شو شغلتك؟ بس راس هذا بترشلي على اهلك. وقك ها؟ وقك جيبي سيره اهلي كل شيء لاهلي. ماما يا ماما شو مالك المثل اللي بيقول المرأة الصالحة تهز سرير ابنها بيمينها وتهز العالم شمالها؟ بعدي هيك شو هاد يا والله شغلت طلع بالكف النسوان. المرأة الصالحة تهز شباك انت الثاني ولا شباك؟ بابا قالت لي مثل ماما بس نسيته. ايه هذا اللي بيقول المرأة تهز العالم بيمينها؟ ايوه لا مو هيك بابا، بيقول المرأة الصالحة عرفته بس المرأة الصالحة هي التي تهز سرير ابنها بيمينها وسجل عندك وتهز بدن زوجها بلسانها. تعال 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 لوين يا ميسر؟ رايح اجيب جلائي اليوم النتائج. ايوه ان شاء الله خير، مع انه مالي متامل خير. على كل حال اذا جبت الاول على الصف الك مني 1000 ليره. عن جد بابا؟ عن جد. لك تكرم عيونه. بابا لك شبك بلشت عيط شبك. ايدك على 1000 ليره مثل ما وعدتني. إيه جبت الاول على الصف؟ معلوم جبته. حموره فوت هذا أول عصاف. ألو إيه لا والله قبضنا اليوم، نزل دفعت مي وكهرباء وتليفون، تأخرت شوي معلش. أنا لا جاي إيه موظفة وين الراتب؟ يا عمى وين الراتب؟ شو هدول؟ دافع هاتف 16000 وكهرباء 9000 ومي 5000 شو هاي؟ يا حرام شو معلي فاتورة الديون هذا الشهر 25000 والله شفت عليه. وينك يا استاذ؟ تعال ايه تعال مور مع حضرتك موظف ما هيك؟ اي والله ان شاء الله ما تواخذني انا 27 سنه بنشل جزادين بس هالمره شفت عليك انت موظف ما؟ اي والله راتبك 45000 دافع كل هاي الفواتير اليوم؟ قلت بحياتي هدول خذ حبيبي تعال كتر خيرك تعال هاي فوق كمان في شيء 100000 الله يخليك لا خلاص خلي هدول لك انا اعمل لك كتر خيرك بنشل غيرك خيرك ولادك يا رب. لك يا ميت اهلا وسهلا بميوشة. ولك شو هالحلا لك ميوشة على اساس ما في شي بالحال من لك كل هالتياب وهالجخ و... حبيبتي تغيرت الاحوال كلياتها، انا حاليا عم بشتغل وعم طلع مصاري كتير. شو عم تشتغلي؟ ديليفري. يعني بتنقلي طلبات؟ لا بنقل حكي. لك طمني عنك كيف امورك كيف دراستك كيف حياتك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك حاجة تبزي على ايدي
شلون تيتي؟ شو اخبارها؟ مشتاقلك ستي، ما عم بزي، عم بوس لك ايدي. رتبه كانت شوي، مو ما في مشكله، طمني شلون كانت امورك؟ دراستك نجحت ما نجحت؟ تخرجت ما تخرجت؟ شو صار معك؟ خبرني. تيتي نجحت، بس انه تخرجت لسه ما تخرجت، بس يا تيتي شو في كل شلخه باوروبا؟ شلخه؟ شو هي شلخه؟ يعني صاروخ تيتي صاروخ؟ يولي على عمتي كمان على انا عندهم. شو على انا عندهم تيتي؟ قصدي يعني بنت حلوه. ورصاص لي شغلك وكلا، انت رايح تدرس ولا رايح تتزحن تضرب بيها الموديل؟ مو هي تربيتنا الهنا، لهنا ما عشنا على هالمبادئ هي، تضرب بيها الموديل؟ ما عاد في طلع على اوروبا؟ اسمعوا لها، انت متردي؟ بصراحة يا تيتي جيتي على الوجع، ماني متغدي ومشتاق لطبخاتك كثير. يا لطيف يا لطيف، لو انك متغدي كنت عملت لك كاسة شاي بتطير لعقل. ايه يا قلبي، انا هلا شوي تاني وفايتة نام، بس لعب لي كم دق ببجي، وانت هلا روح نام وانتبه على حالك كتير منيح. ايه روح نام انت هلا وريح لي حالك كتير منيح ودير بالك. ايه بونوي يا قلبي. بونوي، تبع على حالك ودير بالك على حالك، وانا رايح نام. ايه شو تختي على استراد المزي؟ انا لك يا ابني يا حبيبي، اسمع مني وروح على الدكتور لانك عم تنسى كثير. هلا انا بنسى؟ لك ايه بتنسى، صحصح معي مشان خاطري، روح على الدكتور وطمني. مزبوط، انا والله انا حاسه لحالي انه عم بنسى. خلص رح روح على الدكتور. قوم ابني قوم هلا هلا هلا، شيل يد من ايدك وروح. لوين؟ لك على الدكتور، مو لانك بتنسى. يلا امي يلا يلا خذه معك، يلا طمني بسرعه. ربي دخلك، لك تاخر هالولد، وين راح؟ بس ليكون نسيان عنوان البيت. يا ويلي يا ويلي. أهلين يا أبني، طمني، شو قال لك الطبيب حبيبي؟ الطبيب النسيان، ما أنت رحت لأنك بتنسى، رحت على الطبيب؟ هلا أنا بنسى؟ إيه صحيح، إيه إيه صحيح، تذكرت أنا بنسى، إيه صحيح، قلت لي روح على الطبيب. شو قال؟ ما بتعرفي شو صار معي؟ شو صار معك؟ لك ما رحت لعنده. لك لوين رحت؟ أنا وعلى الطريق. إيه لقيت مكتبة، مدرسة صيدلية. لحظة، وين رحت أنا؟ صحصح ابني، على الطبيب مشان النسيان. بتعرفي هي الخطة ذكرتني؟ ذكر يلا. إنه أنا ما رحت على الصيدلية، رحت على المكتبة. لك شو جاب الصيدلية عمل لك الطبيب؟ لا خلينا بالصيدلية هلا، لا المكتبة. فتت على المكتبة، أول كتاب لقيته بخلتي، ليكي سبحان الله، أول كتاب طلع بوشي كيف تتخلص من النسيان. ممتاز، وينه؟ سيتو بالتاكسي. تاكسي شو؟ تاكسي شو؟ تاكسي شو؟